السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الفيز ايكوليبريا والماس ترانسفير. هو احنا مش هنخش قوي في تفاصيل كتير لان الفيز والماس ترانسفير موضوع كبير جدا جدا ومش هينفع ان احنا نغطيه كله، فاحنا هنغطي موضوعين او ثلاثه يعني ممكن يتقالوا في فتره قصيره من غير تفاصيل كتير. في نفس الوقت هم اساسيين جدا وما ينفعش ان احنا ما نبقاش عارفينهم، ومفيد جدا ان احنا نتكلم عليهم ونعرف ازاي بتعمله في الاكسل. فاللي احنا هنتكلم عليه بسرعة كده هنراجع على شوية حاجات علشان نقدر نفتكر الحاجات مع بعض، وعشان لما نبتدي نشتغل على الاكسل نبقى فاهمين ايه اللي بيحصل. فالمرة دي ان شاء الله مش هيبقى فيه كلام كتير او مش هنتكلم على الاكسل تقريبا، هيبقى كل الكلام على البيزكس، وبعد كده بكرة ان شاء الله والمرة الجاية نبقى نتكلم في التطبيق بالاكسل. فاو هنتكلم على الباينري سيستم في الفيس دايجرامز، وهنراجع على شوية قوانين كده مهمين شوية، ونشوف بقى ازاي بنعمل الفيز دايجرام دوت. وهنبتدي بقى اللي احنا عايزين نوصله في الاخر، ان احنا نعرف نحسب حاجه اسمها البابل بوينت والديو بوينت، وده اللي احنا هنوصله في الاخر ان شاء الله. فلو جينا نبتدي كده، الشكل ده طبعا معروف، ناس كتير جدا عارفاه، هو اسمه الفيز دايجرام اللي هو التمبرتشر كومبوزيشن. فهتلاقي ان الواي اكسس هو التمبرتشر والكومبوزيشن هو اكس او واي على حسب انا بتكلم على جاز ولا على ليكويد. وعندنا الاثنين كيرفز دول، والاكس اكسس الاكس والواي دي بتبقى من 0 ل 100. انا عندي هنا 100% بي وهنا 100% ايه، اللي هما الاثنين كومبوننتس اللي عندي. هو ده باينري سيستم، يعني عندي فيه اثنين كومبوننتس بس. احنا بندرس الباينري سيستم علشان الثري كومبوننت سيستم او اكتر من كده بيبقى الفيز دايجرامز بتاعتها صعبه جدا ان انا ارسمها وتبقى واضحه. فاحنا بنشتغل على الباينري سيستم والكونسبت بيبقى واحد، فمش هتفرق كتير اللي هنقوله هنا على اللي هنقوله في الثري كومبوننت سيستم. نرجع تاني، احنا عندنا هنا اسف عندنا اتنين كيرفز. الاتنين كيرفز دول بيقسموا الفيز دايجرام لتلاتة ريجنز، عندي فيبر وعندي هنا ليكويد وفيبر او اللي احنا بنسميها الويت ريجن، وعندي هنا الليكويد فيز. الكيرف اللي فوق ده بنسميه الفيبرس كيرف، والكيرف اللي تحت اسمه الليكويد كيرف. ده باختصار شديد الفيز دايجرام دوت بيتكون من ايه. احنا البابل بوينت والديو بوينت اللي احنا بنتكلم عليهم دول بنعرفهم منين؟ هو لو انا طلعت باي خط كده عند كونستنت كونسنتريشن او كومبوزيشن من الاي او البي، هلاقي ان انا بقطع هنا في نقطه في الليكويد كيرف وهقطع في الفيبر كيرف في نقطه، فهلاقي ان النقطه اللي هنا دي اسمها الديو بوينت والنقطه اللي هنا دي اسمها البابل بوينت. وهما الاثنين دول مهمين جدا جدا بصراحه، ولازم نبقى فاهمينهم بنعمل بيهم ايه علشان هنحتاجهم في الديستليشن او في الفلاشنج اللي هنقوله المره اللي بعد كده باذن الله. فهو باختصار الديو بوينت هو اللوكس بتاع الديو بوينت، هو اللي اسمه الفيبرس كيرف او المحل الهندسي زي ما احنا متعودين بنقول، واللوكس بتاع الليكويد البابل بوينت هو اللي بنسميه الليكويد كيرف. يعني اي نقطه على هنا هتبقى بابل بوينت واي نقطه هنا هتبقى ديو بوينت. طيب احنا ازاي بنعرف نجيب الليكويدس والفيبرس كيرف وبنرسمهم ازاي، او بنعرف ازاي نجيب البابل بوينت والديو بوينت؟ لان انا لو جبت كذا بابل بوينت هعرف ارسم الكيرف ده، ولو جبت كذا ديو بوينت هعرف ارسم الكيرف ده. فاحنا بنجيبهم ازاي؟ بنجيبهم من شويه معادلات، بس لازم نتفق على شويه حاجات في الاول على اساس نبقى عارفين متفقين كلنا على الكلام ده من الاول. فخلينا نقول ان انا عندي تاني في الباينري سيستم عندي اتنين كومبوننتس A وB، وهقول ان الاي دوت مور فولاتايل يعني بيتبخر بسرعه، والبي ليز فولاتايل يعني بيتبخر ببطء شويه. فمعنى الكلام دوت ان البويلنج بوينت بتاعت الاي هتبقى اقل من البويلنج بوينت بتاعت البي لان هو بيتبخر بسرعه، ومعنى الكلام ده برضو ان الفيبر بريشر بتاعت الاي اعلى من الفيبر بريشر بتاعت البي. هنتفق برضو ان انا الكومبوزيشن بعبر عنه بحاجتين، بواي واكس. الواي دي لو انا بتكلم في الجاز فيز او في الفيبر فيز، والاكس دي لو انا بتكلم في الليكويد فيز. فالكلام ده لازم نبقى متفقين عليه من الاول علشان ده اللي هنبني عليه كلامنا بعد كده، وعشان الواحد ما يتلخبطش لو جينا نقول اكس او واي او ايه او بي. فعندنا معادلتين مهمين جدا وناس كتير بيتلخبطوا فيهم. المعادلات دي بقدر احسب منها partial pressure بتاع الكومبوننتس، بس هو الموضوع بيعتمد على انا شغال في انهي فيز. فدلتون الاولاني دوت انا بشغل فيه بيبقى في جاز فيز بس، ودي مهمه جدا علشان الموضوع بيلخبط شويه. المعادلتين شبه بعض ولازم ابقى واخد بالي انا مش شغال بمين. فالاولانيه الدالتون دول ببقى شغال بس في الجاز فيز، وبقول فيها ان البارشال بريشر زي ما هم انتوا شايفين كده، البارشال بريشر هتساوي المول فراكشن في الجاز فيز. احنا كل ده في الجاز فيز، وهتلاقي هنا واي مضروبه في التوتال بريشر، او كاني بقول ان الواي اللي هو المول فراكشن في الجاز فيز هتساوي البارشال بريشر على التوتال بريشر. فده باختصار دالتون لو.
عندي القانون التاني بقى اسمه راولز لو. ده بيقول، ده انا بستخدمه لما يكون عندي ليكويد، والليكويد دوت في جاز ان كونتاكت بينهم وبين بعض. فانا بتكلم على الانترفيس بين الليكويد والجاز، يعني على السيرفس بتاع الليكويد بالظبط بيبقى عندي جاز او فيبر. الفيبر ده بيبقى ليه بريشر، فانا عايز اعرف البارشال بريشر بتاع كل واحد من الكومبوننتس اللي موجوده على السيرفس بتاعه الليكويد. فبقول والله ان كل واحد فيهم البارشال بريشر على السيرفس هتساوي الاكس، لان انا المره دي واخد البريشر من الليكويد، يعني انا بشوف على سطح الليكويد، فانا حابب متاثر اكتر بالليكويد مش بالجاز، فهتساوي الاكس مضروبه في الفيبر بريشر بتاعه الجاز. الكلام ده بيبقى اكتر في الـ في الدايليوت سولوشنز او في الايديال سولوشن. فهما دول المعادلتين اللي عندنا. تاني ده ببقى شغال بيه لما يكون انترفيس بين ليكويد وفيبر. الاولاني اللي هو دالتونز ببقى شغال بيه لما يكون عندي جاز فيز بس. فاللي بيحصل ان انا في حاله الايديال مالتي كومبوننت سيستم لما يكون عندي حاله ايكوليبريم. المعادله دي مهمه جدا جدا جدا. هو الموضوع بسيط جدا، انا كل اللي عملته ان انا هقول ان البارشال بريشر في الجاز فيز هتساوي البارشال بريشر في الليكويد فيز او في الانترفيس بين الليكويد والفيبر. ده ببساطه معنى الايكوليبريم. ففي حاله الايكوليبريم المفروض الاثنين يبقوا قد بعض، معنى ان هم قد بعض يعني ان انا هبتدي اطبق بقى المعادلتين اللي احنا لسه كاتبينهم. فهقول ان دي بجيبها من دالتون ودي هجيبها من راولز لو، وان انا لما هاجي اسويهم ببعض هلاقي ان في الاخر المعادله شكلها عامل كده. فبقول ان الواي هتساوي الفيبر بريشر على التوتال بريشر مضروب في الاكس اي، او انا بسوي من الفيبر بريشر على التوتال بريشر كي اي. المعادله دي مشهوره جدا 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 ومهمه جدا جدا، لان احنا بنستخدمها تقريبا في كل حاجه. المعادله دي valid في الـ في الايديال سيستم والنان ايديال. الفرق في النان ايديال ان الكي هتتحسب بطريقه مختلفه بس هتبقى اسمها كي، وكل برامج السيميليشنز بتبقى شغاله في الايكوليبريم بالكي. واحيانا بنجيب الكيهات او الكي فاليوز من الهايسس او البرو 2 او وات ايفر البرنامج بتاع السيميليشن. الكلام ده ينفع في باينري سيستم، ينفع في مالتي كومبوننت، ينفع في كل حاجه. فاحنا غالبا بنشتغل لو هنعمل حسابات بايدينا بنشتغل بالحاله السهله اللي هي الايديال سيستم اللي بتبقى الكي شكلها عامل كده. غير كده بقى الموضوع بيبقى ليه تفاصيل كتير وممكن نبقى نتكلم عليها بعدين ان شاء الله. فده باختصار معنى الاكوليبريم. احنا كده عرفنا يعني ايه الاكوليبريم من الليكويد والفيبر، وفهمنا يعني ايه بابل بوينت ويعني ايه ديو بوينت. عايزين بقى نعرف احنا لازمته ايه اللي بيحصل ده. فلازمته ان انا مهم جدا ان انا اعرف ان ازاي الليكويد سكيرف والفيبر سكيرف بجيبهم، علشان الاتنين دول هما اساس بتاع حاجه اسمها الديستليشن، اللي هو تقريبا اشهر عمليه فصل موجوده في العمليات الصناعيه كلها. واللي هي ببساطه فكرتها بسيطه جدا جدا، ان انا بعتمد على ان انا لما ببقى موجود في اي نقطه هنا في الويت ريجون، يعني بين الليكويد والفيبر، انا عندي ليكويد وفيبر هنا، فهو لو انا وصلت النقطه هنا فهو الموضوع بيبقى ماشي سبونتينيوس، يعني هو لوحده كده. بتلاقي ان السولوشن دوت او النقطه دي لازم هتتقسم اتنين، هتتقسم لليكويد وهتتقسم لفيبر. فهتتقسم ليكويد وفيبر على اساس ايه؟ على اساس حاجه عندنا هنا اسمها التاي لاين. التاي لاين يعني خط كده بيبقى خط هوريزونتال من الليكويد سكيرف للفيبر سكيرف، وبيطلع لي نقطتين، نقطه بتبقى اكس ونقطه بتبقى واي، والاثنين العلاقه اللي بتربطهم هو اللي احنا لسه قايلينه من شويه، ان الواي هتبقى كي مضروبه في اكس. هي دي علاقه الايكوليبريم. فالايكوليبريم في حاله الباينري سيستم هي بدرجه حراره واحده اللي هي خط هوريزونتال بيمر بالنقطه اللي انا عايزها، يطلع لي هنا اكس ويطلع لي هنا واي. فده باختصار معنى الاكوليبريم، او ده الطريقه اللي الديستليشن بيحصل بيها. طيب انا دلوقتي عايز ابتدي اعرف ازاي احسب البابل بوينت واحسب الديو بوينت. فعشان اعرف ازاي احسب البابل بوينت، الموضوع هيعتمد على التعريف. البابل بوينت ببساطه انا عندي هنا ليكويد وبسخنه واحده واحده لغايه اما يوصل لاول نقطه، اللي هي النقطه دي اللي هيتكون عندها اول بابل من الجاز. فهيبقى عندي سولوشن كتير جدا 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 لكمبوزيشن اللي هو بيساوي اكس فيل، وحصل ان انا سخنته لغايه ما وصلت للنقطه دي وعندها بقى اسمها البابل بوينت، لان اول بابل من الجاز اتكون. الفكره بقى ان انا الليكو ده كتير جدا، وان الجاز اللي اتكون ده صغير جدا جدا، او الفيبر اللي اتكون صغير جدا. فالكومبوزيشن بتاع الجاز بتاع الجاز هيبقى مختلف، لان هو هيبقى ان ايكوليبريم مع الليكويد، بس الليكويد ما تاثرش لان هي كل اللي اقل منه حاجه بسيطه جدا جدا. فايه اللي بيحصل؟ بقول ايه؟ بقول ان النقطه اللي عندي دي هي ستيل ليكويد زي ما هي، وان هي ان ايكوليبريم مع جاز او مع فيبر. الفيبر دوت ليه كومبوزيشن مختلف، لان العلاقه اللي بتربطهم ببعض علاقه ايكوليبريم. فهلاقي ان انا رسمت تاي لاين، انا ستيل جوه الليكويد او الويت ريجون، الليكويد والفيبر فيز مع بعض بس على طرفها، فستيل فكره التاي لاين ممكن اطبقها. ف
فاللي بيحصل ان انا هوصل خط تاي لاين كده ما بين الواي، هيطلع لي واي واكس، الاكس هو هو هيساوي الاكس فيد، والواي بقى هجيبها من الاكوليبريم ريليشن. فعلشان اقدر احسب الموضوع دوت، انا بقول والله انا عارف ان الاكس هتساوي الاكس بتاعت الفيد اللي هو بتاع الكود، وبقول ان الواي علاقتها باكس علاقه اكوليبريم اللي هي بتساوي الاكس بتاعت الفيد، عشان يبقى بقلل الفاريبلز اللي عندي، وبقول والله ان انا الكي دي هتساوي الفيبر بريشر على التوتال بريشر. المشكله بقى ان الفيبر بريشر دي بتعتمد على درجه الحراره اللي هي البابل بوينت، فانا عشان اعرف احسب البابل بوينت لازم ابقى عارف الفيبر بريشر، علشان اعرف البيبر بريشر لازم ابقى عارف البابل بوينت. فالموضوع هيبتدي يدخلني في لفه، فهعمل ايه؟ هبتدي اعمل ايتريشن، يعني هقول ان انا هفرض بابل بوينت ومنها هحسب الكيهات، ومن الكيهات هحسب الواي لان انا عارف الاكس، وهبتدي بقى عايز اتاكد اذا كان الفرض بتاعي صح ولا غلط. علشان اتاكد هعمل ايه؟ هروح جامع السيجما واي، مجموع الوايات دي لازم السيجما واي يبقى بواحد، لو بواحد يبقى الفرض بتاعي صح، لو مش بواحد هعيد حساب البابل بوينت. نفس الكلام هنعمله للديو بوينت، نفس الفكره. الديو بوينت بتقول لي ان انا عندي جاز كتير جدا جدا، وقعدت ابرده لغايه ما اول نقطه من الليكويد اتكونت، وان النقطه دي ان اكوليبريم مع الفيبر، الفيبر دوت الكومبوزيشن بتاعه ما اتغيرش لان هو اقل منه حاجه بسيطه جدا جدا جدا. فهرسم نفس التاي لاين، وهيبقى الواي هتساوي الواي بتاعه الفيد، والاكس هتبقى ان اكوليبريم مع الواي، وهبتدي اعمل نفس الخطوات، بس الفرق ان اللي انا بحسبه الاكس هتساوي واي على كي، وان انا عايز احسب السيجما اكس واتاكد ان السيجما اكس واحد. ده باختصار شديد الكلام اللي احنا عايزين نقوله في البابل بوينت والديو بوينت. المره الجايه ان شاء الله هنبتدي نشوف الكلام ده ازاي نعمله على الاكسل، واللي بعديها بقى نبتدي نتكلم على الفلاش ان شاء الله. شكرا.